كريستيانو رونالدو مش هو اللي دخل الجول بشباك الأوروغواي، لأنه الطابة فعلياً ما لمست رأسه، وهذا الموضوع اتأكد عن طريق التكنولوجيا الموجودة بالكرة. وهاي مش التكنولوجيا الوحيدة اللي استخدمتها قطر بمونديال 2022، لأنه تم استخدام تقنيات جديدة خلت اللعبة أسهل للحكم وأمتع للجمهور. طيب نرجع للكرة، تعرفوا أنه كرة الرحلة هي رقم 14 بتاريخ المونديال، وعملتها شركة أديداس اللي هي المصنع الرسمي لكرات كأس العالم من سنة 1962 لحد اليوم. المميز بكرة الرحلة غير إنها مستوحاة من ثقافة وعلم قطر إنه هي الأفضل دقة والأكثر سرعة بتاريخ كل نسخ كأس العالم. والملفت كمان إنه شعار صنع في مصر موجود على بعض الكرات، لأنه تم تصنيع 1500 كرة من ضمن 6000 كرة للبطولة بمدينة الروبيكي بمصر. الكرة هاي بترسل أكثر من 500 إشارة للكاميرات بالملعب ومربوطة بجهاز الفار والتسلل، وهي السبب اللي أكد إنه مش كريستيانو اللي دخل الهدف بشباك الأوروغواي. منروح للتقنية الثانية اللي زعلت وفرحت ناس كتير، هي التسلل شبه الآلي SAOT، وبتشتغل على الربط بين الرقاق الذكية الموجودة داخل الكرة و12 كاميرا مركبة بسقف الملعب. تقدر تاخذ 29 صورة من زوايا مختلفة لكل لاعب، وبتحتوي على رقاق بترسل إشعارات 500 مرة بالثانية، وهيك بيقدر يحكموا على التسلل خلال 25 ثانية فقط. من أكثر الشغلات اللي لفتت انتباهي هذا المونديال إنهم اهتموا بكل الفئات اللي رح تحضر، لهيك عملوا تقنية لمساعدة المكفوفين، تقنية بونكل اللي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، رح تساعد المكفوفين وضعاف البصر إنه يستمتعوا ويعرفوا كل شيء عم بيصير بالمباريات، لأنها رح تحول المحتوى الرقمي لطريقة برايل، ورح تساعد التقنية المكفوفين الموجودين بقطر بالتنقل والتفاعل بسهولة أكبر. لتمثل هالتقنية ثورة تكنولوجية غير مسبوقة بتاريخ كأس العالم. أما بالنسبة لحرارة الملعب، فقطر قدرت تحافظ على درجة حرارة ممتازة داخل الملعب بعز الظهر. التقنية هاي كانت موجودة بسبعة من أصل 8 ملاعب، ما عدا ملعب 974 لأنه قريب من الخليج وما بيحتاج للتبريد الاصطناعي، فرح يتم ضخ المي من الخليج مباشرة لقاعدة طاقة بالقرب من الملعب، وبدورها رح تتولى دفع الهواء البارد لأنحاء الملعب. تحت كل كرسي يوجد صندوق، هذا الصندوق فريد من نوعه لأنه هو مصمم في جامعة قطر من مادة بلاستيكية، إنه الهواء يطلع بطريقة لطيفة يحتوي المتفرجين ثم يسحب للتبريد مرة أخرى ويرجع. وده واحدة من الأشياء اللي احنا عملنا فيها السستينابيليتي أو الاستدامة، نحن لا نبرد كامل الملعب ولكن نبرد وين المتفرجين. وبما أنه موضوع الاستدامة كان طاغي هالمونديال، تم إقامة أول ملعب قابل للتفكيك تماماً، وهو ملعب 974 اللي استضاف 7 مباريات خلال المونديال، وهو مصنوع من حاويات الشحن البحري، وهالموضوع خلى تكلفة الملعب أقل، بالإضافة لإعادة استخدامه لأغراض تانية بعد انتهاء البطولة. من خلال إعادة تصميم مرن بيتيح إعادة بناء الملعب بنفس السعة بموقع تاني، أو بناء منشآت تانية أصغر حجماً باستخدام نفس المواد لتقدم خدمات مجتمعية للمواطنين القطريين. هالملعب رح يشكل نموذج يحتذى به بعالم الملاعب، لأنه ملعب باستثنائي بكل المقاييس، ورح يغير المفاهيم السائدة عن عمليات تشييد الملاعب بالدول المستضيفة للمونديالات الجاي. مونديال قطر هو نسخة يمكن تكون الأنجح بتاريخ استضافة البطولة، وأكيد رح تصعب المهمة على البلدان اللي رح تستضيف المونديالات الجاي. بشوفكم الأسبوع الجاي بفيديو جديد وبصمة جديدة.